النهارده بقى هنشوي سمك سلمون وجمبري يا حبيبي. السلمون الجامد جدا، يعني نص سمك السلمون متسطحه كده على الفحم، ده الجمبري بعد ما اتشوى، ده بقى بعد ما حطينا ايه كمان قروس كده عشان تبقى الدنيا حلوه. ده كان الشكل النهائي للاكل، قروس، بطاطس مشويه، جمبري، وسلمونايه كده حلوه. وبهنا والشيف، وتسلم ايد ست الكل.